سلام سيدي. انت كتشتغل هنا في المحطة؟ انا سائق مهني هنا في محطة ولاية الزيان مدة ما يقارب عن 36 سنة. 36 سنة. نعم. شنو المشاكل اللي كانوا كيديروا الافارقة المهاجرين؟ الافارقة اش نقول لك، الصورة غنية عن التعريف. اش نقول لك، يرى المشاكل عويصة جدا، المشاكل عويصة جدا، منها تلوث البيئة، منها السرقة، منها التعدو، منها بزاف ديال الحوايج اللي هما كارثيين، لأنه درجة أن المواطن أو المسافر ما قدرش يولج للمحطة تيخاف، وجميع أنواع ديال المشاكل، جميع منهم من جميع أنواع المخدرات كانوا يستعملوها الناس، تمتهنوها. كانوا كيشكلوا خطر عليكم أنتم هنا اللي نعم، كانوا تيديروا الحمية، كانوا تيدخلوا كعصابات، ما خصهاش تجيو مع شي واحد ولا تنهيه، كانوا يجيو يخلوا يتعرض يطلع للحافلة ولا يقول لك بداعي أنه شي واحد يصور فيه، هو طالع غير باش ينهب. وتدخلوا جماعة، راه كان مشكل كبير، وحنا من هذا المنبر هنا تنوجه الشكر لجميع المسؤولين اللي سهروا على نظافة النواحي أو النواحي والمحطة الطرقية، وتنشكر سيدنا والسيد الوالي اللي ساهم بالدور ديالو، والسيد العامل وجميع رجال الأمن وكل من ساهم من قريب من بعيد في حل هذه المعضلة هذه. دابا فاش حيدوهم يعني كيفاش ولا الشعور ديال الناس اللي كيشتغلوا هنا؟ وحنا الناس راه ارتاحوا من بعد، انا راه خرجت نشم واحد الهواء، واحد المتنفس اخر. انا راه الحمد لله بان لي ان المحطه عاد بانت بحال اللي كانت مسخه. بزاف صراحه. بزاف الاضرار، اضرار نفسيه، اضرار نفسيه، اضرار نفسيه جسيمه كانت توقع لنا. كنا كنخافوا هنا، حنا كنا حنا تنخافوا. لا مزال حنا كنا تنخافوا شخصيا، من بعد تنخاف، انا دوز من حدا شي واحد تخاف. حتى المسافرين كانوا يعني. المسافر ما تيجيوش، فينا مسافر؟ مسافر هرب، ما بقاش مسافر. وسبب مشى لمحطات اخرين، مشى لمحطات امنه، مشى لهم. والحمد لله دابا من حيدهم، دابا الحمد لله ترجع الامور بخير. ونتمناو من الله سبحانه وتعالى ان، ومن هنا تنشد جميع المواطنين، اما جميع المواطنين وجميع الراكبين، ان المحطه راها تنقات بالفضل السلطات المحليه، وعلى راسهم السيد والي مدينه الدار البيضاء الكبرى اللي قام وسهر بنفسه هو وجميع افراد الامن، وحنا تنشكروهم بزاف، وتنشكروا بزاف، وحنا تنشد المواطنين ان المحطه لا خوف عليهم من الان فصاعدا. وانتم تشوفوا الصوره غنيه عن التعريف، الحمد لله جميع انواع الامن موجودين هنا في المحطه. وتنشكركم ونشكر الاذاعه اللي تاقت فينا وقربت الصوره ديالنا للمشاهد والمواطن، نشكركم بزاف. ومن المنبر، عاش الملك وعاش الوطن وعاش الشعب المغربي. حنا كنشكروا هاد الناس المسؤولين اللي قاموا بهذا الواجب، وكنشكروا السلطات المحليه، وكعلى راسهم السيد الوالي السي مهديه. وكنتمناو من المحطه ترجع للايام زمان، وكنتمناو من الناس الركاب يجيو مرحبا بهم المحطه الطرقيه ديالهم، مرحبا بهم. هذا الشيء راه غادي في النظام، وهذا الشيء ان شاء الله راه جاي غيتطور، وهذا الشيء جاي غيتقنن. لهذا تنقولوا للفياجور مرحبا بكم عندنا في المحطه الطرقيه ديال ولاد الزيان. الشهر ديال مقبلين على شهر رمضان، يعني ان شاء الله خير لكم، كان فيه خير لكم، لان هاد الناس افارقه راه، لان ناس هاد الافارقه ما راه ما خلوش الناس هنا، راه الناس كتجلس 8 الناس 7 في الليله يوميا. هذا الشيء يشكلوا خطر كبير، يعني خطر كبير. وغير البارح الافريقي وسط المحطه كيجري، ملي سولنا السيد قد لي 50 درهم، راه لا يعقل صح. الله يحفظ بلادنا من كل جميع ما يضر هذه البلاد هذه، الله يحفظنا وبين النظام. الحاجه اللي تنقي المحطه بغيناها حنا نتعاونوا فيها، ما واللي حاجه تضرنا حنا نساعدوا فيها ونحيدوها. فرحانين، حو فرحانين بزاف. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، على راس المهيدية. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.